السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. انا يا حبايبي النهاردة انطلب مني وصفة امبارح لتفتيح الرقبة، وطبعا كان طلب سريع جدا. انا انطلب مني قبل كده الطلب ده، بس قررت بقى ان انا اعمله لكم. اولا عايزين نعرف ليه الرقبة بتسود، او ليه الرقبة بيبقى فيها غمقان عن منطقة الوش او الجسم. الرقبة دي يا حبايبي، الأول كده عايزين نتفق على حاجة، إن احنا كل ما نيجي نغسل وشنا لازم نغسل رقبتنا معانا. نعمل ماسك نحط على رقبتنا معانا. نعمل صنفرة، يبقى رقبتنا تعمل لها صنفرة معانا. مش عايزين ننساها، مش عايزين نهتم بالوش بس ونسيب الرقبة، لأن الرقبة دي هي أكتر مكان معرض للأتربة وللأوساخ وكل ده بيتراكم على بعضه ويعمل لنا جلد ميت ويعمل لنا غمقان في المنطقة دي. تاني سبب هو الاكسسوارات او السلاسل اللي احنا بنلبسها. لو حسيت ان وانتي لابسه سلسله حسيت ان المكان بتاعها قلب لون رمادي كده او عمل لون، تخلعيها فورا، لان كده معناها ان جسمك بيتحسس من الحاجه دي، او الحاجه دي نوعها مش كويس، فهتسيب لون، فلون على لون على لون هيعمل مشكله جامده. ماشي يا حبايبي. تالت حاجه، لما بنيجي نخرج مثلا ونبقى لابسين طرحة مثلا لو خفيفة قوي، او منطقة الرقبة باينة منها، او هي خفيفة وشفافة كده، الشمس هتدخل لنا في المنطقة ديت، هتسود المنطقة دي غصب عننا، فعايزين نحافظ عليها جدا جدا زي ما بنحافظ على وشنا وجسمنا بالظبط، لان ده اكتر مكان فعلا مظلوم في جسمنا كله، لاننا لا هو طايل يبقى مع الوش ولا طايل يبقى مع الجسم، فلازم نحافظ عليها قوي قوي. وهي طبعا اكتر مكان بيبان، فعشان برضو يعني هي من علامات الجمال برضو ان الرقبة كده تكون بيضة وحلوة. هقول لكم بقى طريقتين النهاردة، جايبه لكم وصفتين جامدين جدا لتفتيح البشرة، لتفتيح الرقبة اقصد، وتفتيح اي مكان غامق في الجسم. ماشي يا حبايبي، هيفتح الرقبة جدا جدا، ومن اول استعمال ان شاء الله هنلاحظ الفرق، واي مكان داكن في جسمنا ممكن نستعمل فيه. هنعمل وصفتين النهاردة، جميل جدا. يلا وجيت لكم تاني يا حبايبي، ومعايا بقى هنقول اول وصفة، هنجيب معلقة بن او نسكافيه. معلقة بن او نسكافيه، نركز يعني لو بن موجود تمام، نسكافيه موجود تمام، مش هنقف على حاجة، احنا كل حاجة الحمد لله ليها حل عندنا. هنجيب بقى اهم حاجة معانا في الموضوع ده، كربوناتو. حضراتكم طبعا عارفينه، انا مش عارفة هو باين ولا هو، احنا طبعا هو لونه ابيض، هناخد منه معلقة كربوناتو. كربوناتو ده جميل قوي قوي في تفتيح اي منطقة، جميل جميل يعني. ماشي يا حبايبي، يبقى كربوناتو الصوديوم اللي هو عند العطار ده، ونعوز معلقة زيت زيتون عليهم لحد ما ايه نعجن بس بيهم كده. ماشي يا حبيبي، نعجن الخلطة دي. لو عايز زيت زيتون طبعا نحط. ايوه كده يا حبيبي، احنا عايزينها بنفس القوام ده. ماشي يا حبيبي، اهي شايفين القوام ما شاء الله. ماشي، هنجيب بقى ايه الاول، لازم اول خطوة نعملها نجيب بولة مية سخنة او على حسب جسمنا ما يتحملها، ونجيب حتة فوطة او حتة قماشة او حتة فانيلا، اي حاجة قطن من اللي هي بتمتص المية، ونحطها كده في المية، ونحطها على رقبتنا، نلف بيها رقبتنا كده. ليه؟ عشان الخطوة دي مهمة، عشان تفتح المسام بتاعة رقبتنا، لازم الخطوة دي. بصوا يا حبايبي، نفضل حاطينها كده شوية لمدة 5 دقايق بس تكون سخنة على حسب ما جسمنا هيتحملها. تمام، اهو هنحطها كده ايه 5 دقايق بس، وبعدين هنشيلها. ماشي يا حبايبي، ماشي. بعد كده نجيب الوصفة اللي احنا عاملاها دي، هنحطها، نفضل بقى ايه نحطها كده، نفضل بقى نفرك كده فيها شوية على رقبتنا، نفضل نفرك كده ونسيبها لمدة 20 دقيقة. نسيبها كده مفرودة، بعد ما نفرك كده لمدة 20 دقيقة نسيبها على الرقبة بالشكل ده، نفردها على رقبتنا كلنا ونسيبها كده. تمام، بعدين هنغسلها بقى بالمية الفاترة عادي خالص، المية بتاعتنا عادي خالص. ماشي حبايبي،
اهيت اهم حاجة خطوة المية السخنة دي عشان تفتح لنا المسام بتاع البشرة. ماشي يا حبايبي كده زي ما قلت لكم. بعدين هنمسحها بقى طبعا بحاجة ناشفة. ماشي. والخطوة بقى اللي بعدها هنجيب اي مرطب عندنا، اي مرطب، اي مرطب عندي هنا زيت الورد جميل قوي 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 في الترطيب والتفتيح، بيرطب ويفتح مع بعض. عندي مثلا لو عندي مية ورد تمام، لو عندي اي كريم مرطب تمام. لازم نرطب بشرتنا، اهم حاجة الترطيب بعد اي خطوة تفتيح للبشرة وللرقبة بالذات، الرقبة بالذات اهم حاجة لازم المرطب. ماشي حبايبي، وتعالوا بقى بينا نشوف الوصفة التانية مع بعض كده. وجيت لكم بقى يا حبايبي تاني ومعايا الوصفة التانية بتاعتي. طبعا الوصفة الاولى زي ما قلت لكم عليها، اللي جربها تمام. طبعا احنا ايه الوصفة التانية بقى، هنجيب رز ابيض نطحنه، يعني طحين الرز، دقيق الرز، عارفين انتوا الرز الابيض ده، هناخد حبة صغيرين كده ونطحنهم في الكبة وننعمهم قوي قوي لحد ما نطلع منهم الدقيق. هناخد معلقة منه كبيرة طبعا، عشان معلقة معايا صغيرة. هنعوز معلقة لبن بودرة. مش حبايبي طبعا اللبن البودرة معروف ان هو بيفتح بطريقة صعبة زي ما خدناه امبارح برضو في الوصفة. هنعوز معلقة عسل ابيض معايا هنا، معلقة عسل ابيض. مش حبايبي عسل ابيض جميل قوي في التفتيح والترطيب. مش حبايبي كده هنجيب بقى مية الورد نعجن بيها، نحط مية ورد نعجن بقى وصفتنا دي بيها لحد ما نشوف برضه هتاخد ميه. نعوز ميه ورد نحط، مش هنعوز خلاص شكلنا مش هنعوز ان شاء الله. اهي كده بقى القوام بتاعها جميل جدا. بصوا مش فاهمه انا القوام بتاع دي مالها والله. اهو مش حبايبي القوام كده اللي احنا عايزينه، قوام كريمي اهوت. وبرده نعمل نفس الخطوه اللي احنا قلناها في الوصفه الاولى، نجيب شويه الميه الدافيين، نجيب طبق الميه الدافي مش حبايبي، ونحط برده علينا حته فوطه، حته اي حاجه، قطن، فانيلا، اي حاجه. ولازم نفتح المسام بتاع الرقبه الاول عشان نقدر نشيل الجلد الميت اللي منها، ونخلي المسام مفتوح عشان لما نحط وصفه تعمل معانا بسرعه. ونروح دهنين برده كده على الرقبه عندنا، هنحط بقى الوصفة بتاعتنا دي على الرقبة. ماشي حبايبي اهيت. ونسيبها 20 دقيقة، برضو 20 دقيقة، من 20 دقيقة لـ30، يعني من 20 لـ30، مع طبعا مع الفرك المستمر. نقعد نفرك كده عشان المكونات اللي احنا حاطينها تعمل. بصوا الفرك، نفرك نفرك كده. ماشي حبايبي. وبعدين برضو نغسل، بصوا فرك بحركات دائرية كده، ونسيبه من 20 لـ30 دقيقة، من 20 لـ30 دقيقة. ماشي حبايبي. وبعدين هنغسله بقى بمية فاترة عادي خالص. والله انا ايدي من كتر الوصفات اللي هي بتتعمل عليها. ماشي حبايبي كده. ونسيبه برضو زي ما قلت لكم من 20 لـ30 دقيقة، وبعدين نغسله بمية فاترة ونرطب. اهم حاجة الترطيب، اهم حاجة الترطيب، برضو بزيت ورد او بمية ورد او عندنا اي كريم ترطيب بنحطه. ماشي حبايبي. وزي ما قلت لكم نحافظ على المنطقة دي قوي، نعمل معاها ان انت بنغسل وشنا الصبح، حضرتك تاخديها في السكة ما تسيبهاش، ما تكسليش اي منطقة باينة اغسليها بالمرة. بنعمل ماسك تحط لها برضو بالفرشة دي، واحنا بنعمل ماسك لوشنا تروحي منزلة عليها كده مش هتخسري حاجة. بنعمل صنفرة نعمل لها، نخلي بالنا من لبس الاكسسوارات قوي قوي قوي، لان هي دي اكتر حاجة بتعمل لنا اسمرار وحاجات للبشرة واحمرار وحاجات مش حلوة. الطرح اللي بنلبسها، اللبس اللي بنلبسه نفسه نخلي بالنا، يعني المنطقه دي لو بتتحسس مثلا من لبس حضرتك لابساه، احنا في الشتاء ممكن نلبس بلوفرات او نلبس حاجات هيكولات، هتحس ان المنطقه دي بتتحسس منها كده، فيها بتشكوكها، بتحرقك بتاع، لا لازم تلغي ده كله. لازم نحافظ على المنطقه دي قوي يا جماعه والله، لانها اكتر منطقه فعلا مظلومه معانا في جسمنا. وكل الوصفات اللي انا عملتها دي تنفع لاي تفتيح في اي منطقه، سواء منطقه البيكيني او منطقه الاندر رام او اي منطقه حضرتك
تحبي تفتحيها. فاحنا معانا طبعا وصفتين جمال قوي، وجربوهم وقولوا لي رايكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واتمنى وصفاتي تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.